اعتداء على البصر ديالهم. وهاد السيده اليوم يعني راه من تم العمليه حنا جينا لعندها المنزل ديالها. اليوم كنشوفوا الاخت سعيده كيفاش كتحس اختي سعيده دابا بالعينين ديالك؟ اخويا شويه وصافي الحمد لله، كنطلب الله يشوف من حالي وصافي. واش اختي يعني سمعنا بان بنتك واحد يعني النقطه باكين شفاء الخير؟ اليمنيه، العوينه اليمنيه، فاش دار ليا البروفيسور اللي متبع عنده فاش ضرب ليا داك الضو كيبان لي داك الاشعه ديال الضو شي شويه، فاش كيدير الضو ولكن فاش كيحيدها صافي. اختي يعني واش يعني كاين شي اطباء اتصلوا بك؟ كاين يعني شي محسنين؟ كيفاش بقات القضيه ديالك؟ كيتصلوا المحسنين الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم، وبقى لحد الان مازال تنطلب المحسنين يوقفوا معايا ويعاونوني باش نقدر نداوي عويناتي. الله يجازيكم بخير الله يرحمكم الوالدين. اختي سعيده يعني مشيتي لفاس، سمعنا ان واش اتصلوا شي جهات يعني بحال شي بحال الدكتور تازي شي يعني شي اطباء اللي متخصصين في العينين واللي معروفين؟ لا مازال ما كاين حتى شي حاجه دابا اللي كاينه شي حاجه رسميه. لا شنو اليوم تبغي توجهي النداء ديالك للاطباء؟ ما حنا ما بغيناش ندخلوا في تفاصيل، حنا بغينا نشوفوك انت. النداء ديالي للاطباء كنترجى منهم يشوفوا من حالتي ويوقفوا معايا، ربي يوقف معاهم ويجازيهم باللي فيها الخير، والمحسنين وجميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن الله يرحمكم الوالدين. شنو قال لك الطبيب؟ واش مازال كاين احتمال ان يعني باش العين ديالك تشوف او لا يعني حسن معاك في خطره قال لك ما يمكنلكش واخا ديري عمليه؟ لا قال لي ان شاء الله غادي نولي نهار الاثنين ان شاء الله، واش ثلاث ولا الاربعاء الله اعلم نقدر ندير عمليه لا هذه اليمنيه، قال لي وربي يدير لي فيها الخير. فاس ان شاء الله. مشاهدين كما كتشوفوا يعني هذه هي سعيده اللي القضيه ديالها يعني هزت الراي العام. كنتمنى يعني من القلوب الرحيمه وكنتمنى يعني من الجهات المختصه وكنتمنى من الاطباء يعني مازال بلادنا فيها الخير، مازالين يعني ولاد الخير. حنا ما غندخلوش كيفاش وعلاش، حنا ما غنقولوش كيفاش وعلاش ولا ندخلوا في الخيوط القصه، حيت الناس تدمرات هذه العائله. الصحافه ولات كتدخل عندهم يوميا، ولاو كيدخلوا عندهم يعني اليوتيوبر بزاف. حنا بغينا غير نتعاونوا، اليوم جينا نديروا نداء ديالنا ليس الا ما ندخلوش علاش وكيفاش، حيت الدنيا اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. يعني ممكن ان تحط فيها اختك، تحط فيها امك، تحط فيها اي حاجه. الحاجه اللي بغيت نقول هو ان نتمنى الناس اللي كتصل تصل بجد، ما يكونش اتصالات يعني خاويه او لانها تكون عندها ديك الاتصالات وراء شي حاجه اخرى. كنتمنى الميساج سعيده اليوم يعني يوصل. شي كلمه اخيره الناس اللي كيشكوا فيك وكيقولوا بان لا حقاره غير دايرها هكاك، شي كلمه خفيفه. انا راه حتى شي واحد ربي اللي عالم بيا، وانا راه النهار النهار وليل كنتقطع وربي هو اللي عالم بيا وشوفوا من حالتي الله يرحمكم الوالدين. انتم كتشوفوا من حالتي الله اللي عالم. متنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.